مرحبا، أهلا بكم في قناتي إيديال تشيتو بالعربي. اليوم في هذا الفيديو سوف نحضر أكواب التونة. هيا بنا إلى الوصفة. إذا أعجبكم محتوى هذه القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. للوصفة أحتاج إلى بسكويت مالح من هذا النوع، أقوم بطحنه جيدا هكذا وأتركه جانبا. ولتحضير موس التونة أحتاج إلى 100 جرام من التونة، 100 جرام من الجبن القابل للطلي، 150 غرام من الكريمة السائلة، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ورشة من الفلفل الأسود. في آلة الطحن أقوم بوضع المكونات: التونة، الجبن، عصير الليمون والفلفل، وأقوم بمزجه جيدا حتى الحصول على مزيج سلس. المزيج ناعم أتركه جانبا، وفي إناء آخر أضع الكريمة السائلة الباردة وأقوم بخفقها. وعند الحصول على مزيج متماسك أضيف مزيج التونة وأخلط جيدا حتى الحصول على مزيج متجانس. وهكذا موس التونة جاهزة. وهنا عندي الأكواب، أقوم بملء كل كوب بملعقتين صغيرتين من البسكويت المفروم. ثم أملأ الأكواب بالقليل من موس التونة ولتزيين هذه الأكواب اخترت المخلل، نبات الكابر، الزيتون وتونة الطماطم. أضع المقبلات فوق موس التونة ثم أضيف كمية أخرى من موس التونة وفي تونة الطماطم أقوم بإضافة البسكويت المفروم. وللتزيين أضيف كمية من الثوم المعمر، المقبلات، الزيتون، الكابر. وهكذا انتهينا من تحضير أكواب موس التونة. إذا أعجبكم فيديو اليوم لا تنسوا اللايك، الشير والسبسكرايب، وإلى الملتقى إن شاء الله. باي.